أهلا بكم في بلا قيود. ضيفي مخرج سوري أثار الجدل في الآونة الأخيرة من خلال فيلمه السينمائي ملك الرمال، لكن نجدة إسماعيل أنزور معتاد على انقسام الآراء حول أعماله وحول شخصه. هو مخرج ديكتاتوري في نظر البعض، كما يثير حفيظة معارضي النظام السوري ويرون مواقفه وأعماله من ضمن نتاج الماكينة الإعلامية للنظام. عمله الدرامي تحت سماء الوطن أدرج في خانة التشبيح الدرامي، إنما يعتبر نجدة إسماعيل أنزور أيضا أحد أهم مستنهدي الدراما السورية، لا سيما التاريخية منها، في مقابل اتهامه بالهبوط على الوسط الفني السوري بدعم رسمي. نجدة إسماعيل أنزور أهلا بك في بلا قيود. بداية، ملك الرمال فيلم سينمائي باللغة الإنجليزية أثار كثير من الجدل، لا بل عاصفة من الجدل والانتقادات ضدك، ولكن حقيقة أنت سئلت كثيرا عن لماذا هذا الفيلم ولماذا توقيته وكل الأسئلة الأخرى، ولكن سؤالي: ما الذي كنت تريد من إظهار الملك عبد العزيز آل سعود بشخصية الرجل المتعطش للجنس والدم والطعام؟ هو السؤال عام هذا، ولكن أنا بدي أدخل معك شوي بالتفاصيل. ظاهرة العنف يعني هي بتستحق الدراسة والتمحيص والتفكيك أيضا. يعني أنا لم يأتي هذا العمل يعني بالصدفة، في تاريخ طويل من العلاقة مع أعمال تلفزيونية وأفلام سينمائية وأفلام تلفزيونية يعني تتناول هذه الظاهرة وتحاول تفكيكها. بدأنا بمجموعة من المسلسلات إلى أن وصلنا إلى النقطة اللي كان فيها ممكن أنه ننتج عمل مثل ملك الرمال. هذه الظاهرة، ظاهرة العنف، من أين أتت؟ يعني لم تأتي من فراغ، لم تأتي من الفضاء، يعني في هناك مسببات لها. عندنا دراستي المتمحصة للتاريخ العربي وتحديدا تاريخ شبه الجزيرة العربية، وجدت أنه هناك في حلف واتفاق تم قبل العقود بين محمد بن سعود اللي هو خلينا نقول الجد الكبير لآل سعود، وبين محمد بن عبد الوهاب التميمي اللي هو يعني صاحب نظرية أو الفكرة السلفية والوهابية. اتفقوا بهذا الحلف تحديدا على أن يتقاسموا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ما زال هذا الاتفاق قائم إلى يومنا هذا. نتاج هذه الحركة، كيف يبرر هذا نظرية نشوء العنف؟ يعني ألم يكن العنف موجودا قبل قيام المملكة العربية السعودية؟ من أيام التاريخ والخوارج كانت موجودة منذ نشأة الإنسانية، موجود يعني موجود العنف، ولكن لم يستخدم بهذا الشكل. لم يكن يعني ينتج ويفرز إفرازات مثل القاعدة ومثل السلفيين الجهادية وغيرها. فعند دراستي لهذه الظاهرة فعلا وجدت أنه كل من علما أن نظرية الجهاد وارتباطها يعني بالحرب موجودة يعني منذ قدم الدين أو قدم الأديان حتى، لم تأخذ هذا الشكل العنيف في التاريخ. يعني لأول مرة، يعني ما زال هذا النظام إلى اليوم هو النظام الوحيد في العالم اللي بيعتمد على العنف بهذا الشكل. ولكن يعني لم تظهر ذلك، يعني كيف يعني ربط ذلك في فيلمك؟ الكثيرون رأوا أن يعني الربط بين تفجيرات 7/7 وتفجيرات 11 أيلول مع نشأة المملكة العربية السعودية هو يعني ربط مجاني غير مفهوم وغير مبرر. كل العالم عم بيقول إنه السعودية لها علاقة بالموضوع، فنحن ليش نستثني هذا الموضوع؟ خلينا ندرس الموضوع ونشوف إذا في أو لا نتاج. يعني القاعدة هو نتاج هذا الفكر الوهابي. فلما بنقدم الظاهره يجب ان نقدمها بكل ما لها وما عليها. اي بس يعني انت يعني بالضبط، يعني انت عندما تطلق احكام بهذا الشكل تقول القاعده هي نتاج الفكر الوهابي، على ماذا تستند؟ استند على الوقائع. اي وقائع؟ وقائع اللي عم تحدث اليوم. هلا عم نشوف في نيروبي من شو صار مثلا. يعني هذا الفكر الموجود، هذا الفكر غير مسبوق في التاريخ، لاول مره بيصير. جذوره بتقول أنه لليوم المرأة لا تستطيع قيادة سيارة، السارق تقطع يده، ما في نظام بالعالم بيقطع يد سارق إلا في المملكة العربية السعودية. هذا نظام الشريعة الإسلامية كما تقول السعودية. حتى الشريعة الإسلامية مع تطور العصر لا يمكن أن تدخل بهذه التفاصيل إطلاقا. تمسكهم بهذا الشكل، بهذه العادات والتقاليد البالية التي أعتقد أنها بالية فعلا، دليل على أنه هن متمسكين في الدين كستار فقط. هناك دول كثيرة متمسكة بالعالم بالعادات والتقاليد. حتى دول العالم تدعم هذه الظاهرة أحيانا وتقف ضدها أحيانا. إيران أليست دولة دينية أيضا؟ يعني إيران بنفس الطريقة، يعني هل مثلا يعني هي دولة يعني فيها الحريات كلها مباحة ومصانة ما شرط. احنا ليش نأخذ إيران بالذات مثلا؟ ما يحدث في المنطقة هو أنه إعادة تقسيم المنطقة على أساس مذهبي، وهذا أخطر ما في المسألة. بس أنت لم تناقش هذا
في الفيلم، يعني ربما أنت تعرضه في مقابلاتك التلفزيونية، ولكن من حضروا فيلم ملك الرمال يرون، أو كثير منهم حتى، يعني لا أعمم أيضا، كثير منهم يرون أنه فيلم بنوعية بتقنية رديئة، بنوعية ممثلين أيضا رديئة، ويعني حتى الحبكة الدرامية التي تقدمها أو الرواية الدرامية التي تقدمها في الفيلم هي رواية مباشرة فيها الكثير من الكليشيهات، ويعني كثير أيضا من العنف المفرط في استخدام الصورة الصادمة للمشاهد. أكيد هذا رأي سعودي، ما أنا رأي واحد. لا، هذا رأي كثيرين من مثل مين هم ليسوا من كثيرين مما شاهدوا الفيلم هنا في بريطانيا على كل حال، وليسوا من مؤيدي المملكة العربية السعودية بالضرورة. شوف، الفيلم منفذ بتقنيات عالية، الفيلم جيد، الفيلم ممتاز، وفي كثير من الآراء الإيجابية حول الفيلم حتى من الذين حضروا هذا العرض الوحيد اللي تم فيه عرضه للفيلم. الفيلم بسيط، ليس معقد، وسهل الممتنع، يعني بإمكانك توصلك الفكرة بدون تكلفة عالية وبدون جهد فكري أيضا، لأنه الفيلم بسيط وواضح وأهدافه واضحة أيضا وهدفه نبيل بالنهاية. هاي الشخصية مثيرة للجدل، شخصية أعجبتني عند قراءتها فيها الكثير من الشخصية. أنت قدمت حكم على الشخصية، لا حكم على شخصية وحكم على البلد، حكم على الدولة السعودية. أنت لازم كنت تشوف الفيلم لتقدري، يعني أنت دافعت عن هاي الآراء بس بالمقابل أنا أقدم لك الآراء التي تنتقد هذا الفيلم. نحن هنا في هذا البرنامج يعني نقدم الآراء الناقدة. لو شفتي الفيلم يمكن كان تغيرتي شوي من رأيك بالموضوع. وبنفس الوقت الفيلم، أنا ما عم أقول فيلم عالمي، لكن أنا بقول عنا ربيع عربي الآن. خلينا نقول هاي أول ثمار هذا الربيع العربي. ما هي يعني خلينا نكسر هاي التابوهات، هاي التابوهات تنكسر، يعني هذا محرمات، ممنوع نقرب على هاي العائلة، ممنوع نقرب على هذا على هذه السيرة. يعني أنت تربط هذا الفيلم بالربيع العربي، معنى ذلك أنك أنت توظف هذا الفيلم من أجل هناك من ينادي من دور المملكة العربية السعودية في الصراع في سوريا. ما شرط بسوريا، بكل مكان بالعالم. يعني الآن بأحداث اللي تمت في لندن من فترة بولش، بتعرفي أنت شو صار الدبح، هذا الفكر من وين إجا؟ يعني في له نتائج واضحة تماما على العالم كله. يعني نحن ما نخشاه ونخشى على أبنائنا، نخشى على أوطاننا، نخشى في سبيل الدفاع عن كيان معين. بس هل تعتقد ندفع الثمن بهذا الشكل؟ عمل بلغة مباشرة، بلغة فيها كثير بالعكس من التصفيق، فيها من الفنية. عندما تصل لمشاهد بريطاني غير معتاد على يعني نمط البروباغندا، هل تصل الفكرة؟ يعني أنت عم تحطي الفيلم بخانة البروباغندا. هو ليس بروباغندا، فيلم فني وعالي المستوى أيضا. وحتى التمثيل، يعني إذا أنا ما جبت براد بيت أو جبت حدا مشهور، معناته الممثلين الموجودين غير جيدين، الممثلين مقنعين، واستطاع فابيو تيستي يجسد الشخصية بكل تقنية وبكل حرفية، وأدى واحد من أهم أدواره، وهذا الشيء اللي هو صرح فيه أيضا كمان لوسائل الإعلام. نفس الشيء الشاب اللي لعب دور الملك، وهو شاب موهوب جدا، من الشباب اللي فيك تعتمدي عليهم. نحن إمكانياتنا المادية اللي حطيناها بهذا الفيلم لا نستطيع فيها أن نجيب نجوم عالميين، لكن الفيلم جيد المستوى الفني. يمكن مو هو الطموح اللي نحن بدنا إياه، نكون أهم من هيك، لكن على الأقل هذا كسر هذا الجدار أو هذا الحاجز الجليدي. يمكن آخرين أن يأتوا ويعملوا فيلم أهم وفيلم أفضل، لكن نحن بنقول أنه ما في شيء، يعني كل القادة بالعالم العمل عنهم أفلام، كل الناس اللي لهم تأثير في المنطقة، في تاريخ المنطقة، نعمل عنه أفلام. ليش هذا بالذات؟ ألم يكن الأجدى بك يعني أن تقوم بفيلم عن حياة حافظ الأسد مثلا؟ ليش لا؟ ليش عن الطريقة التي استلم بها؟ أنا هلأ عم بعمل دوكيومنتري عن حافظ الأسد، وثائقي بثمان حلقات من 1930 إلى 2000. لماذا كان يعني لماذا تقوم بوثائق عن حافظ الأسد ولم تقم بوثائق بدك مثلاً إمكانيات عن بدك إمكانيات لتعملي فيلم درامي عن حافظ الأسد؟ يعني استبق السؤال. بدك إمكانيات أيضا، يعني أنت بتعرف الفترة اللي عاش فيها، فترة فيها حرب تشرين، حرب أساسية، بدك تأخذي إمكانيات هائلة للتدريب. الظروف الآن السياسية غير متاحة في سوريا أنه ننفذ عمل بهذا الحجم، لكن إن شاء الله هذا واحد من المشاريع المهمة. طيب يعني هناك من يقول أنك يعني بهذا الفيلم ولو أنك يعني تضعه في قضية أو خانة الربيع العربي بشكل عام، وترفض أن تقول أنه جزء من البروباغندا السورية، بروباغندا الحكومة السورية ضد المملكة العربية السعودية، ولكنه لأنه حتى لو كنت تريد ذلك فإنه يعني فلم تنجح في ذلك. النجاح والفشل هذا الشيء بقدره الجمهور. ثانيا، وين في إثبات أنه أنا مثلا مدعوم بهذا الفيلم من الحكومة السورية تحديدا أو من أي حدا سوري؟
هذا الحكي غير صحيح اطلاقا. هذا ضمن الماكينه الاعلاميه السعوديه اللي نحن كلياتنا بنعرفها. بس انت خطابك السياسي ايضا يعني انا مع النظام، انا ما بخبي هذا الشيء، بس هذا لا يعني انه اذا انا مع النظام اعمل فيلم ضد السعوديه او مع السعوديه، ما له علاقه. هذا الموضوع استهواني حتى قبل الازمه، انا بدات سنتين قبل الازمه انا بكتب السيناريو، بشتغل على السيناريو، بشتغل على الموضوع، الى ان اتت الظروف قدرت اصور فيها هذا الفيلم بامكانيات يعني معقوله بالستاندرد الاوروبي اللي ممكن تبيعيه لاي محطه بالعالم، لاي تعرضيه في اي دار سينما دون خجل يعني. نجد انزور، لماذا يعني لماذا تتبنى لهذه الدرجه فكره النظام او خطاب النظام السوري مما يجري في سوريا؟ يعني لماذا تضع كل اوراقك مع النظام؟ أنا مع النظام لأني ضد الفوضى. ما يحدث في سوريا هو فوضى وليس ثورة. نحن أبناء هذا الوطن واشتغلنا وتعبنا وقدمنا وعملنا دراما سورية، أهم دراما عربية. أتى من يصادر هذا الجهد؟ أول شيء الإنتاج العربي كله بإيد السعودية والخليج، هن بيتحكموا بالإنتاج بطبيعة الإنتاج، حتى في الممثلين بيتحكموا بطبيعة الموضوع، دخلوا بكل التفاصيل الفنية، لحتى أنه أي واحد عنده فكر تقدمي أو عنده فكر قومي لازم يكون خارج اللعبة. دخلوا الأعمال بس التركية. أنت كنت ملك اللعبة في ملك يعني أنا في فترة من الفترات كل يعني الأعمال يعني حتى نكون موضوعيين، كل الأعمال اللي قدمتها أنا هي فيها فكر قومي، ما في أي عمل سطحي، بدءا من نهاية رجل شجاع إلى أخوة التراب إلى الأعمال الهامة اللي أنا قدمتها، حتى ظاهرة الإرهاب في عشرات المسلسلات عملناها بالضبط. ومن هنا كان سؤالي، لماذا يحتاج نجدة إسماعيل أنزور الذي قدم هذه الأعمال لأن يتبنى هذا الخطاب الذي يقول كثيرون خطاب النظام السوري أنه هذه مؤامرة على الشعب السوري، هذه مؤامرة كونية عالمية على الشعب السوري؟ أنت قلت هذا في إحدى مقابلاتك، ليس كلامي، هذه مؤامرة عالمية على الشعب السوري تقودها مجموعات من الإرهابيين والتكفيريين. قلت هذا الكلام؟ هذا صحيح، هكذا ترى الامور؟ صحيح. يعني ما في ناس انا اكثر واحد اذا بتجي للحريه والديمقراطيه هذا محاربه الفساد، انا اول واحد. انا بنادي دائما انه نحن ضد الفساد، نحن بدنا مجتمعنا ان يكون مجتمع متطور، مجتمع فيه فرص للجميع، في تكافؤ في الفرص. هذا الشيء لمسناه في فتره من الفترات، بعد هيك صارت الامور تتغير. فنحن ضد هذا الشيء، وانا وجهت اكثر من خطاب واكثر من، ولكنك يعني قد يتفق البعض مع نظري مع قولك انك ربما ضد المجموعات التكفيريه او ربما ضد المجموعات المتشدده اسلاميا، ولكن هناك زملاء لك في المهنه، اصدقاء لك في هذه المهنه، وقفت ضدهم وقطعت بارزاقهم عندما اخذوا موقفا سياسيا مغيرا لك. كيف بدي اقطع ارزاقهم؟ هل هذا موقف اخلاقي؟ اسمحي لي، انا ماني صاحب يعني مالي صاحب القرار في قطع أرزاق الناس. أنا بقول رأيي، أنا بقول الفنان يجب أن يتمهل، يجب أن ينظر بوعي ويقرأ ما بين السطور، أن لا يكون ارتجالي في موقفه. حتى أنت فيك تغيري بالنظام وأنت داخل النظام، ما في داعي أطلع على القاهرة أو على اسطنبول أبلش أعيط من هناك مشان الناس تسمعني وتقول والله هذا معارض أو مؤيد. يعني لو يقولون هم داخل لو ترك النظام مجال لهؤلاء ليعبر عن آرائهم كلهم كان أمامهم مجال. شوفي أكثر الفنانين، أكثر الفنانين السوريين اللي هن كانوا مع النظام مدعومين النظام هن اللي انشقوا، وهذا الشيء كل الناس بتعرفه. طيب، لأنهم يريدون التعبير عن رأي سياسي غير مسموح. لا، لأنه هن انشروا انشروا بالأسف الشديد هذا اللي صار. ما دليلك على ذلك؟ موجود كل الأعمال هي اللي عم يعملوها الآن. إذا كان الشخص يعني يعبر عن موقف سياسي، ما الذي يجعلنا يعني نقول أنك أنت لا تتقاضى أموال من النظام السوري؟ يعني إذا كانوا هم يتقاضوا أموال من النظام السوري، كما يعني تطلق اتهام أو كلام مرسل على غيرك من من يملك من المال المؤثرين. معروف من هو يملك المال؟ أي معروف من يملك المال داخل سوريا أيضا معروف. بس هذا لا يعني أنه نحن نأخذ مصاري من الدولة مشان نعمل أعمال تدافع فيها عن الدولة. الدولة السورية ما اهتمت ولا يوم من الأيام بالفنان كاهتمام أنه دعم مادي فقط. يعني كان الدعم المعنوي هو الأساس، إعطاء الفرص للجميع أنهم يشتغلوا ويقدموا ويعبروا عن نفسهم، طالما أنه يقدم فلود الولاء والطاعة. ما في شو هي الولاء والطاعة؟ شو هي الشروط اللي لازم يقدمها الفنان؟ واحد مثل جمال سليمان شو كان ناقصه مثلا بسوريا؟ ما كان ناقصه أي شيء، عنده كل المزايا المطلوبة. لكن هناك في ضخ إعلامي، يعني غير مطلوب من الفنان أن يكون لديه رأي حول ما يجري في بلده. يجب أن يكون لديه رأي، ولكن عندما يكون هناك قتل، عندما يكون هناك اعتقالات لناشطين. أنا لا أتحدث كما قلت لك، لا أتحدث عن مجموعات من المتشددين أو من القاعدة أو من ما إلى ذلك. في ناس حقيقيين على الأرض، كان في ناس يحملون يافطات في شوارع دمشق يقولون لا للقتل،
هم الآن مرميين في السجون. لا لا مو صحيح الحكي. لا هذا صحيح هذا الكلام. أعطيني اسم واحد مثلا مين؟ في مازن درويش على سبيل المثال، في كثير من الناشطين، في كثير من الناشطين، كثير من الناشطين. أنت عم تحكي على الفنانين، وين الفنان اللي اعتقل؟ الفنان اللي اعتقلوا مثلا ميس كاف، ما الذي حدث بها؟ ميس كاف موضوع مختلف. ليش موضوع مختلف؟ موضوع مختلف. فناني ولا مش فنان؟ شو دخل ان تكون فنانه فقط؟ يعني في مبرر للشيء عم تعمله؟ انا ماني شايف. انت لا ترى مبرر لذلك؟ لا لا ابدا، انا بعرفها صديقتي يعني واشتغلنا مع بعض وما في، انا ما بشوف انه اي سبب يدعيها انها تاخذ هذا الموقف السلبي. بامكانها تشتغل داخل سوريا وتقدم كل شيء اللي بدها اياه وتحكي الموضوع اللي بدها اياه، ما حدا راح يقول لا يعني لا. مع احترام ايضا مو بس انه يعني لا نقبل نحن كفنانين ان يهان الفنان. لكن لما انا بطلع واحد فنان يساري ومسجون كان سابقا انه يساري، بشوفه مع جبهة النصرة في تركيا واقف عم يعطينا دروس الوطنية، أنا بشوف أنه هذا موضوع كتير صار شيء نوع من الانفصام، شيزوفرينيا غريبة. بس أنت تقيس الكل يعني بمقياس هيك تعميمي وكأنه الكل تضعه في سلة. لا معروفين مين اللي طلعوا، معروفين مين اللي ضلوا. يعني نحن مع النظام، قلت لك لأنه ماني مع الفوضى، ما يحدث هو فوضى وليس أي شيء آخر. في هناك ناس عندها مطالب، بديل يعني. في ناس عندها مطالب صحيحة، في ناس بدها حقوق، حقوقها سلبت بشكل أو بآخر، في ناس تطلب الحرية والديمقراطية ومزيد من الانفتاح، تحارب هذا الفساد، هذا شعارنا كلياتنا، هذا اللي نحن بدنا إياه. وإذا الدولة غلطانة بهذا الشيء نحن ضد الدولة تماما. أنا لست مؤيد للعظم، مؤيد بشكل أعمى، أنا مؤيد فقط للإصلاح. لكن لكن تقوله. لا أبدا، لا أريد أن أغادر البلد وأصبح معارض في الخارج. عملي داخل البلد هو الذي يجعلني أتمسك في هذا البلد وأحافظ على هذا البلد وأغير النظام قدر ما أشاء داخل هذا كما البلد. كما تقدمه في تحت سماء الوطن. تحت سماء الوطن كان موضوعي جدا، قدم وجهتين النظر. لمعلوماتك حتى في ناس ما بيعرفوا أي شيء، رفض من التلفزيون السوري. ليه؟ لأنه موضوعي فعلا. البعض يراه سخيف يعني، حتى كتب عنه انه هو من سخفتي فيلم وسخفتي مسلسلات وسخفتي كل شيء. لا انا قلت لك في مرحله من المراحل كنت اقدم اعمال اعتبرت يعني، كنت حتى قلت لك كنت ملك اللعبه في وقت من الاوقات، تربعت على عرش المسلسلات السوريه، على عرش الدراما السوريه. ايضا قد يختلف معي البعض في هذا الكلام، اخذت منحة يعتبره الكثيرون انه يعني لم يكن نجدة أنزور محتاجا لذلك، يعني تحت سماء الوطن يتحدث عن طيب احكي لك عن انه كلنا تحت عباءه الجيش السوري وكلنا تحت غير سماء صحيح. الوطن انا ذهبت يعني الى منطقه اسمها داريه اللي هي قرب دمشق وصورت في داريه، هلا ما حدا بيعرف انا شو صورت لبين ما يطلع العمل. هاجموني بشكل غير مسبوق على التلفزيون انه انا اكرس انتصارات الجيش السوري، وانا بتعرفي انا شو رحت اسوي هنيك. فاضطريت انا احط صوره على الفيسبوك واقول للعالم في عندي مشهد درامي، طفل راح على بيته اللي تهدم عم بيدور على لعبة أخته. فوقفت أنا وياه جنب الخرابة هاي وطلعنا اللعبة وكتبنا أنه نبحث بين الأنقاض عن أمل. فإذا دائما ذكرت دارية، يعني ألا تذكرك دارية أيضا بالمجزرة التي ارتكبت هناك؟ كل مكان في مجازر. دير ياسين شو صار فيها؟ لا المجزرة كانت يعني هذه نحن يعني نحن كانت هذه ربما تختلف عن غيرها لأنه الكاميرات صورتها بشكل كبير. شوفي كل الكاميرا أنا لا يعني أنا صديقي الشخصي يعني شخص من دارية هو يقول عكس هذا الكلام تماما. عندي أصدقاء من دارية، عندي أصدقاء من كل أنحاء الوطن. ما يحدث اليوم الناس رجعت مع حالة مرة تانية لورا فلاش باك واكتشفت جزء كبير مما يحدث هو مؤامرة حقيقية، لكن في واقع في فساد، في تعامل مع الأزمة بشكل خاطئ في بدايات الأزمة. نرجو أن لا يكون الوقت قد فات لإصلاح كل شيء. يعني أنت تعتقد يعني في قرارة نفسك أنه ما زال هناك بعض الوقت؟ ولو وقت ضئيل لكن إن شاء الله في وقت يعني. لماذا غيرك من الفنانين استطاعوا أن يخلقوا حالة ربما أيضا يراها البعض أنها حالة رمادية أو منطقة رمادية يناقشوا من خلالها بشكل ربما حقيقي ما يجري على الأرض، أو البعض يراه حقيقي مثل أعمال كثيرة منها الولادة من الخاصرة يعني الجزء الأخير منه، أو حتى سنعود بعد قليل يعني المسلسلات التي قدمت مؤخرا. فيما يرون في أعمالك أنت أنك يعني حشرت نفسك في زاوية ربما لن تستطيع الخروج منها، بدليل أنه عملك الأخير يعني تحت سماء الوطن يعني يعرض على قناتين محليتين
يعني لا تخيل من إذا عملت كبير. عمل أنا أيا كان قنوات خليجية لن تشتري هذا معروف. فتقلي لي قناتين ولا ثلاثة، هو عرض على 4 أقنية لكن هذا لا يعني أنه أنا مالي محاصر فنيا لسبب مواقفي. طبعا قبل الأزمة ما كان في شيء اسمه مع النظام ضد النظام، رغم ذلك كانت أعمالي ممنوعة. فما بدنا نبرر نحن بدون ما يكون في عنا أسباب حقيقية لهذا التبرير. لما قدمنا تحت السماء الوطن قدمنا صوت المعارضة وصوت الموالاة، قلنا هذه البلد بالنهاية البلد للجميع. إن كنت موالي أو كنت معارض البلد عم تروح. نحن بحاجة أنه نحن ننضم تحت سماء هذا الوطن مرة تانية ونتكاتف ونفهم بعضنا ونبني جسور من الثقة لحتى نقدر نتحاور. حوار طرشان ما يحدث الآن، ليس حوار. بس ما أنت يعني عندما تنطلق من فرضية أن الآخر هو إرهابي وأن الآخر هو ينشر الفوضى، كل ذلك منذ قليل، يعني على أي أساس تتحاور معه؟ في تحت السماء الوطن الطرف الآخر المواطن العادي وليس الإرهابي، يعني ما كل الحلقات اللي عملتهم أنا عن الإرهاب، لكن في كمان حلقات عن المحاكم الشرعية وفي حلقات عن بيع الأعضاء، للأسف صارت تباع الأعضاء، يعني صار المواطن السوري تباع أعضاؤه وتباع إلى تركيا وتباع بأبخس الأسعار، حتى الطفل أغلى شوي لأن الطفل كليته نادرة يعني. فنحن هذا نرفضه تماما، نرفض البنت السورية تصير عاهرة، نرفض تكون لاجئة، نرفض الجميع يرفض ذلك. طيب هذا معناته أنا مع النظام أو موالي للنظام؟ أنا مع النظام لأني فعلا ضد الفوضى. ما يحدث هو فوضى عارمة وتشارك فيه أطراف عربية معروفة علنا، وهي كانت تحاربني قبل الأزمة وليس بعد الأزمة. مع أنه البعض يرى أنك يعني أنت استفدت كليا من ذلك، ولكن نجدت أنزور يعني إلى أي مدى يغامر ب نهاية اسمي أو نهاية حياتك كمخرج صف أول في العالم العربي عندما تقوم بالدفاع باستماتة عن هذا النظام؟ أنا لا أدافع فقط عن النظام، أدافع عن كوني سوري وبحاجة أنا إلى قراءة ما يحدث بشكل تفصيلي ودفع كل ما هو ثمين في سبيل أن نحافظ على هذا الوطن ومنعه من التقسيم ومنع التجزئة ومنع التطرف ومنع بناء علاقات جديدة. ما هي المشكلة هنا سيد أنزور؟ أنه يعني الكلام الذي تقدمه جميل، ولكن عندما تقرنه بالكلام الآخر أنه أنا أريد النظام لأني أخشى الفوضى، معنى ذلك أنك أنت لا ترى أن هناك أي أحد في سوريا قادر على الحفاظ على الاستقرار أو على مصلحة البلد غير بشار الأسد. بتمشي بالشام أنت بتشوفي كنيس وكنيسة وجامع. لما أجى وفد من الكونغرس مرة عزمتني السفارة الأمريكية قالوا لي إحنا سمعينين عنك بدنا نعزمك تشوفهم وتلتقي أنت وياهم. بعد ما تغدينا في أحد مطاعم دمشق القديمة تمشينا بالأزقة، أنا استعرضت لهم فرجيتهم الكنيس والكنيسة قلت لهم هذا التعايش اللي موجود في سوريا هو تعايش حقيقي وليس تعايش شكلي. أنتوا بتريدوا تصدرونا الديمقراطية، عطونا تفاصيلها. نحن بنعرف كل شيء عنكم، نعرف ولكن البعض الآخر أيضا يقدم أيضا صورة أخرى، صورة العائلة العلوية التي حكمت البلد وتحكمت بها. اسمحي لي شوي. وأيضا صورة لأنه أنت تقدم صورة مبسطة سيد أنزور. اسمحي لي شوي. يعني في أيضا رواية أخرى. نحن فنانين بالنهاية، نحن مو أصحاب كلمة فقط، نحن أصحاب صورة، بنقدم صورة. أنا يمكن لما تشوفي الفيلم ممكن تناقشيني بكل التفاصيل، بناقشك فيها. أنا ماني كاتب ولا لي صحفي ولا لي ناطق رسمي. أنا إنسان عندي إحساس وخاف على بلدي، فهمت عليك؟ بعرف أنه قطر والسعودية اللي بيفتقروا للحد الأدنى من حقوق الإنسان لا يمكن أن يصدروا لي حقوق الإنسان. إذن في هناك شيء وتعرف أنه بشار الأسد هو الوحيد القادر على حفاظ على مصلحة هذه البلد على الأقل. يعني حتى موضوع على الأقل الإرهاب، نحن في عهد حافظ الأسد، حتى موضوع الإرهاب والمجموعات التكفيرية التي كنت تتحدث عنها، يعني اليوم في ناس أيضا تقول أن النظام هو الذي أنشأها والنظام هو الذي تحكم بها عندما كان يرسلها إلى العراق. هذه اتهامات الحكومة العراقية للنظام السوري، ليست اتهاماتي على كل حال. شوف أنا عم ذكرني بكل نشرات الأخبار اللي أنتوا قدمتوها قبل هيك وكل التحليلات السياسية اللي أنتوا قدمتوها. أنا أقول هنا أنا كنجدة أنزور شو دوري بالأزمة؟ أن أسافر إلى الخارج وأكون معارض أم أبقى في الداخل وأحاول إصلاح هذا المجتمع من الداخل؟ أنا بشوف أنه الوجود في الداخل هو أقوى وأفضل للمستقبل، بأن يبقى الأمر كما هو عليه، ليس كما هو عليه. النظام هو بحاجة إلى تغيير، إلى تغيير من الداخل، بحاجة إلى إعادة صياغة، بحاجة إلى إعادة كتابة تاريخ سوريا المعاصر مرة أخرى، ألا نقع بنفس الأخطاء اللي وقعنا فيها سابقا، ننظف قدر الإمكان، نضع المسؤول المناسب في مكانه المناسب. هذا الشيء اللي نحن منطالب فيه. هل إذا وقفنا هذا الموقف نصبح أنت يعني ترى أن بشار الأسد قادر على الاستمرار في حكم سوريا؟
طبعا طبعا ما في شك بهذا الكلام ابدا، انا اعرفه عن قرب وبعرف تماما كيف بيفكر وشو الطريقه اللي بيفكر فيها، وبعرف انه نحن مرينا بعشر سنوات من الاستقرار كان كل ما يتاح امام المواطن السوري من فرص عمل كانت موجوده، وكان في فرص كبيره لكثير من الناس. المشكله الاساسيه هي انه نحن في لحظه من اللحظات استبعدنا الخط الفكري والقومي وحلينا مكانه الخط الاسلامي، وهي النتيجه. نجدة إسماعيل أنزور، شكرا لوجودك معنا في بلا قيود، أهلا وسهلا بك.